كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وما أقمتنا فيه يا رب العالمين فقها يرضيك عنا ويقربنا إليك ويحببنا إليك وإلى رسولك وإلى أوليائك والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من أهل التوفيق والسداد حيثما حللنا وحيثما توجهنا وحيثما نطقنا وحيثما عملنا بفضلك وببركة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أمدنا بمدده صلى الله عليه وآله وسلم ومدد أوليائك وآل بيت نبينا، واحشرنا في زمرتهم غير خزايا ولا مفتونين، واجز عنا مشايخنا والدينا وأساتذتنا وكل من له حق علينا، اجزه عنا كل خير يا رب العالمين، ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم في ما بقي من النوافل، بعدما تكلمنا على النوافل الغير متعلقة بالفرائض كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة قيام الليل وصلاة الكسوف والخسوف، ثم بعد ذلك وصلاة الضحى والتراويح، وتكلمنا على السنن الرواتب وغير ذلك وغير الرواتب المتعلقة بالفرائض، أراد أن يكمل في خاتمة بقية النوافل أي التطوع، صلوات التطوع، وقال: وبقي من النفل تحية المسجد قرأناها وتكلمنا عليها بالتفصيل في يوم السبت الماضي، ووقفنا على ومنه صلاة الأوابين. صلاة الأوابين دي سنة تصلى بعد صلاة المغرب، بين المغرب والعشاء، تكون بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتين وأقصاها 20 ركعة، وغالبها 6 ركعات بين المغرب والعشاء. ومنه صلاة الأوابين، وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بعشاء أو نحوه، وأقلها ركعتان وغالبها 6 ركعات وأكثرها 20 ركعة. ومنه أيضا من النفل المطلق ركعة الإحرام اللي هي ركعتي سنة الإحرام، وكذا ركعة الطواف اللي هي سنة الطواف، وركعة الوضوء اللي هي سنة الوضوء ولو مجددا، ولو كان الوضوء تجديد، يعني لو حتى بتتوضأ تجديدا يسن أيضا أن تصلي له ركعتين، وينبغي سنهما عقب التيمم والغسل أيضا. يبقى لو فقدت الماء فتيممت يبقى ركعتي سنة التيمم، ولو اغتسلت غسل عبادة يبقى يسن أيضا تصلي ركعتي سنة غسل. ومنه ركعة الزوال عقبه، يعني عقب الزوال مع أذان الظهر، في سنة تصلى ركعتي عقب الزوال كركعتي عقب الشروق اللي احنا قلنا عليها سنة الإشراق أو سنة الشروق، اللي هي عند مذهبنا كما قال الرملي الإمام الرملي أنها هي الضحى أيضا، وركعة الزوال عقبه، وركعة التوبة ركعتين بنية التوبة، إذا فعلت معصية مثلا ما وأردت أن تتوب تصلي ركعتين وتسأل الله أن يتوب عليك، وركعتان عند الخروج من المنزل، يسن أنك أنت يعني لو تنوي تخرج من منزلك تصلي ركعتين إذا كان عندك وقت، وخصوصا إذا كنت هتخرج من منزلك تسافر سفر وهتغيب عدة أيام، فيسن أنك أنت تصلي ركعتين عند الخروج من المنزل، وكذا ركعتان عند دخوله، عند دخول المنزل، وركعتان عند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تغادر المدينة المنورة فيسن أن تصلي أيضا ركعتين عند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعتان عند الخروج من الحمام أيضا، لأن في الحمام بيبقى في غسل، وركعتان عند القدوم من السفر في المسجد، وكان يسن أنك أنت لما تيجي من السفر تبدأ بالمسجد اللي بجوار بيتك تصلي فيه ركعتين حتى يستعد أهل بيتك لقدومك، لأن كان زمان الناس ما كانش معهم محمول ولا في تلغراف ولا في وسائل اتصال، فكان الرجل المسافر يأتي على أهله ربما يكونوا فوقه إن هو جاء، فيمكن ما يحبوش إن هو يدخل البيت وهو مش متوضأ،
يمكن، وبعدين يجي له ضيوف كتير يسلموا عليه والبيت يمكن غير معد. فكان السنة أن يأتي من سفره البعيد إلى المسجد، يصلي ركعتين ويمكث فيه قليلا يقابل الزوار والضيوف اللي هيجوا يسلموا عليه، وفي الوقت ده يستعد أهل بيته، يعلموا بمجيئه فيستعدوا للاستعداد لمقابلته. سنن عظيمة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وركعتان عند المرور بأرض لم يمر بها أو لم يعبد الله فيها. معلوم أن كل مكان تسجد فيه يشهد لك يوم القيامة، كل بقعة تسجد فيها لله عز وجل تشهد لك. فإذا كنت في سفر وفي أماكن قد لا تأتيها مرة أخرى، فيسن مع كل استراحة تنزل فيها، مش في السفر الطويل تملي يدي لك كده استراحة، تنزل تشرب حاجة في كافيتيريا، تشرب حاجة، تدخل دورة المية، تتوضأ، تصلي أي شيء من الصلوات اللي عليك. فيسن إنك أنت لو نزلت استراحة أيضا في مكان أنت مرر عليه تصلي في ركعتين، يشهد لك يوم القيامة، تبقى حاجة عظيمة. خصوصا لو كانت الأراضي دي أرض كفار، خصوصا لأن هذه الأرض بتبقى أرض لم يعبد إلا فيها، فتبقى أنت الوحيد اللي عبدت الله في هذه البقعة، تبقى حاجات عظيمة كمان. وركعتان عند القتل، حكموا عليك بالإعدام وقالوا هيموتوه خلاص، فتقول لهم طب ادوني مهلة ايه، أصلي ركعتين. الأمريكان قبضوا على واحد عراقي مثلا في بغداد وناويين يقتلوه في سجن أبو غريب، يقول لهم ادوني مهلة أصلي ركعتين، هيدوله حتى لو كفار هيدوله، بس الحكاية كلها مش هتاخد وقت طويل، واخد بالك؟ يسن له أن يصلي أيضا ركعتين عند القتل، إذا كان القتل يعني له مواعيد زي الوقت في السجون والمعتقلات اللي بتحصل، والمسلمين معرضين الوقت لأنهم أصبحوا مستضعفين في بلاد في البلاد كلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيه. وركعتان عند القتل إن أمكن، وركعتان عند الزفاف لكل من الزوج والزوجة قبل الوقاع يوم الدخلة، يسن يوم الدخلة. بس طبعا الوقت العريس والعروسة ما بيقدرش يصليها لأنه بيبقى عدمه العافية في الرأس، يرقصوا العريس والعروسة في الفرح لحد الساعة 1 صباحا يعدموهم العافية، مش عارف ايه الحاجات العجيبة اللي العروسة المفروض تبقى فيها حياء كده، ويوم الزفاف تبقى مكسوفة، ودي ما فيش كسوف، ما بقاش الواحد بيبقى قاعد مكسوف والعروسة قاعدة بترقص هي والعريس والمعازيم والمتاعيس وكله قاعد. ليه العادات؟ عادات يعني بقت غريبة، بقت أفراح المسلمين دلوقتي عادات غريبة الشكل، وبعدين يعني تدل على رفع الحياء، فنسأل الله السلامة. لكن على أي حال لو في لسه حيل بعد الرأس اللي رأسه وعدمه العافية، واخد بالك، وروح بيته بقى يوم الدخلة يصلي ركعتين، يمكن برضو إيه وسطه يهدى شوية من الشغلانة اللي عملها. ها؟ لا، أصل دي تسن في بيت الزوجية، علشان بيبقى بيت الزوجية أول يوم، أول ليلة يقضوها فيه، أول ليلة بقى بيت جديد بقى وهيعيشوا فيه عمرهم كله، يبتلوه بالصلاة يوم تحدث البركة، بتبقى برضو حاجة جميلة، لأنه أول ما يدخل كده يخش يتوضأ ويصلي ركعتين، وهي كمان تتوضأ وتصلي ركعتين. طبعا هتبقى خايفة تتوضأ عاملة مكياج وعاملة مش عارف إيه الشغل بتاعي الستات بتوع اليومين دول، مع إن المسلمة أحلى مكياج ليها هو الماء، والله أحلى حاجة، وأحلى من الأحمر والأبيض والأصفر والأيلاينر والظلال والكلام الفارغ ده، وتيجي تعرق تلاقيها بقت إيه زي الشيطان، فملهاش لازم. ممكن تصلى جماعة وممكن تصلى يعني فرادة، والله لو متجوز واحدة وناوية بقى إيه تهرب منه من أولها يقول لها جماعة عشان يحبسها وراه مثلا. ومنه صلاة التسبيح اللي اسمها صلاة التسبيح، صلاة التسبيح يعني وارد فيها أحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها جاءت من طرق متعددة، فصارت يعني إيه يعتد بها في فضائل الأعمال، وذكرها العلماء في كتب الفقه وفي كتب الفضائل وفي النوافل، وإن كان بعض الوهابية يعني بيبدعونها ويعتبرونها باطلة والشغلانة يا، لكن لا تعير لهم سماعة، العبرة بما كان عليه السلف الصالح، ومذكورة في كتب السلف الصالح في 300 سنة الأولى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها خير القرون قرني. فما هنجيش نتبع بقى كل زعق وناعق في آخر الزمان زمن الفتنة اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه هيكثر فيه خطباء الفتنة، فلما ترجع أنت للأصل أحسن، هم كانوا أقرب عهدا من رسول الله، وكانوا أقرب عهدا من الصلاح ومن التقوى ومن الفهم،
وختم لهم بخاتمة الخير، فإحنا لما نقتدي بهم يبقى خير. صلاة التسبيح بصلاة عبارة عن 4 ركعات، ممكن تجيبها كلها 4 ركعات على بعض كده، وممكن تجيبها ركعتين ركعتين، يعني تقول نويت صلاة ركعتين من سنة صلاة التسبيح وتسلم، وتقول الله أكبر، وبعدين تشرع فيها بتقرأ. ليها كيفيتين، كيفية قايل عليها ضعيفة هنا وهي اللي قواها الإمام النووي، وكيفية قايل عليها معتمدة هنا وهي اللي ضعفها الإمام النووي. هنقرأ كيفيتها ونشرحها. ومنه صلاة التسبيح وهي 4 ركعات، يقول فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقولها 300 مرة في الـ4 ركعات، كل ركعة 75 بالتقسيم اللي هنقول. ولذلك سميت صلاة التسابيح. والطريقة المعتمدة اللي بيقولها هنا الشيخ البيجوري، اللي بيقول عليها معتمدة هنا، هي اللي ضعفها الإمام النووي، والطريقة الثانية اللي قالها الإمام البيجوري وقال عليها ضعيفة هي اللي قواها الإمام النووي. وهقول لك علة تقوية الإمام النووي للطريقة الثانية وعلة تضعيفه لهذه الطريقة، هنقولها دلوقتي لما نشرح. والطريقة المعتمدة أنه يقول ذلك بعد القراءة، يعني يقول التسبيحات دي اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في الكيفية الأولى بعد القراءة، بيقرأ الفاتحة وسورة، وبعدين قبل ما يركع بقى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويعقد واحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويعقد 2 حتى ما يخلص 15، يبقى خلص 15 يروح راكع يقول الله أكبر ويركع، ويجي في الركوع يقولها 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعقد واحدة، وهكذا إلى 10 مرات في الركوع، بعدين يقول سمع الله لمن حمده، وفي الرفع من الركوع يفضل واقف يقول نفسها 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، وبعدين يسجد السجدة الأولى ويقول فيها 10 مرات برضه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبعدين يجلس بين السجدتين، وبعدين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، وبعدين يسجد السجدة الثانية ويقولهم 10 مرات، وبعدين يجي يقعد جلسة الاستراحة في الكيفية دي ويقولها 10 مرات، كده تجمعهم تلاقي 75، ويروح قايم كده خلص ركعة، الركعة الثانية يعمل نفس الحكاية، والركعة الثالثة والركعة الرابعة، يبقى كل ركعة ب75 ايه، يبقى كده عمل 300 تسبيحة، ويسلم بعد التشهد الأخير. سهلة دي، لكن هيقول بس لما هيقعد في جلسة الاستراحة يكبر، ما هو هيقول الله أكبر ويقعد بقى في جلسة الاستراحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لحد 10، ويطلع بقى من غير تكبير، ما هو بيقول والله أكبر، واخد بالك؟ ولو كبر أصل هي مالهاش تكبيرة انتقال أصلا، تكبيرة يعني في جلسة الاستراحة تكبيرة الانتقال بتتأخر، العادة انها بتتأخر، بس انت لما تبقى امام للناس هتقدمها عشان الناس تقعد، عشان الناس تسمع. لا، جلسة الاستراحة كمان، شوف هنا اقرأ كده. القراءة يقول ذلك بعد القراءة 15 مرة، وفي الركوع 10، وفي الاعتدال كذلك، وكذا في السجود الاول والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني والجلوس للاستراحة، كويس؟ عشرات عشرات عشرات، لكن الأولانية بعد القراءة 15 عشان يبقوا 75، فذلك 75، وفي الركعة الثانية كذلك، إلا أن 10 الأخيرة في جلوس التشهد قبله، يعني الجلوس اللي فيه تشهد تقولها قبل التشهد، الجلوس اللي هو هيبقى فيه تشهد، كويس؟ وهكذا الركعتان الأخيرتان. دي الطريقة اللي قال عليها إيه؟ معتمدة. الإمام النووي ضعف هذه الطريقة المعتمدة، قال لأن جلسة الاستراحة مبناها أصلا أنها تبقى ركن قصير، مبنى جلسة الاستراحة أنها ركن قصير وأنها لا ذكر لها، فهنا خالفت الصورة المعتمدة للصلاة المعتادة، طولنا ركن قصير، واخد بالك إزاي، وجعلنا ذكر في ركن لا ذكر له فيه، فهمت المسألة؟ فالإمام النووي ضعف هذه الطريقة وقوى الطريقة الثانية الضعيفة اللي هي واردة أيضا من طريق آخر، إنك أنت تقول 10 مرات قبل القراءة، 10 مرات قبل القراءة، وبعدين تقرأ الفاتحة وسورة وتجيب 15، يبقى في القيام بتقول 25، ويبقى ما فيش بقى إيه ذكر في جلسة الاستراحة، فهمت إزاي؟
ايوه، ما ده لان دي المكتوبه المعتمده، الامام النووي ضعفها. انا وانا اخد بالي الامام النووي الإمام، لا دي اللي ماشي، اللي بتقول عليها دي المعتمده في المذهب، متاخر المذهب زي البيجوري وغيره. الامام النووي مضعفها في كتاب الاذكار وفي غيره، وفي المجموع وفي كذا كتاب وفي الروضه وفي غيره. ليه بقى مضعفها؟ بيقول لك التعليل اللي قلت لك عليه، انها فيها تطويل لركن قصير وهو جلسة الاستراحة، وجعل ذكر فيها وجلسة الاستراحة ركن قصير ولا ذكر فيه، فخالفت الصورة المعتادة للصلاة. واخد بالك؟ خصوصا ان وارد طريقة اخرى، انك انت تقول في القيام 25، 10 قبل القراءة و15 بعد القراءة. فهمت بقى المسألة؟ فهمت الطريقة؟ فانت على اي حال الطريقتين صح، بس انا بقول لك وجهة نظر الامام النووي. انا الحقيقة ماشي على ترجيح الامام النووي في المسألة دي، يعني انا في عملنا بمشي على ترجيح الامام النووي في هذه المسألة، في صلاة التسبيح. وكنا كثيرا ما نصليها في مسجد قايتباي زمان، كنا نصليها بالكيفية اللي هي اللي بيقولوا عليها ضعيف. ليه؟ لترجيح الامام النووي له. فبيقول ايه بقى؟ والطريقة الضعيفة انه يقول ذلك قبل القراءة 15 مرة، يبقى بيبتدي 15 مرة قبل القراءة و10 بعد القراءة، 15 قبل القراءة و10 بعد القراءة، وقبل الركوع 10، يعني بعد القراءة وقبل الركوع 10، يبقى كده خلصنا 25، وفي الركوع 10، يبقى كده بقى 35، وفي الاعتدال 10، يبقى كده بقى 45، وفي السجدة الأولى 10، بقى 55، الجلوس بين السجدتين 10، بقى 65، السجدة الثانية 10، ادي 75، ويروح قايم على طول. فهمت بقى الطريقة؟ وهكذا الركعتان الأخيرتان. فهمت ليه بقى الإمام النووي قواها؟ لعدم تطويل ركن قصير وهي جلسة الاستراحة، ولعدم الإتيان بذكر في رك في 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 سنة لا ذكر فيها، اللي هي الركن اللي هي السنة القصيرة دي. ومنه أيضا من صلاة من الصلوات النوافل صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة هي طلب خير الأمرين، يعني لما تبقى متردد بين أمرين، أفعل أو لا أفعل، أسافر أو لا أسافر، أبيع أو لا أبيع، أشتري أو لا أشتري، أتزوج أو لا أتزوج، وهكذا. أي حاجة الإنسان بيبقى مش عارف الخير فيها فين، يعني الأمور فيها غير راجحة أمامه. لكن لما تبقى في حاجة فيها الأمر راجح فيها، المصلحة راجحة فيها، فهنا بيصلي فيها قضاء حاجة، إن ربنا يقضيها. لما تبقى الحاجة فيها مصلحة راجحة واضحة، واخد بالك؟ يعني مثلا انا احج السنه دي ولا ما احجش، اصلي لها قضاء حاجه، لان الحج مصلحته ظاهره واضحه، ما اصليهاش استخاره، اصلي لها قضاء حاجه. فهمت ازاي؟ اقول يا رب يسر لي الحج هذا العام، لانه ايه؟ المصلحه فيه ظاهره واضحه. فهمت بقى المساله؟ لكن اتزوج فلانه او ما اتزوجهاش، الله اعلم، يمكن تطلع مقلب وتطلع روحي، ويمكن تطلع كويس، مش كده برضه؟ فانت تبقى لسه متردد، فدي بقى ليها صلاه استخاره. واخد بالك؟ هشتري العربية الفلانية ولا ما اشتريهاش؟ ممكن تبقى عاملة حادثة، تبقى عربية مستعملة ويكون عامل فيها أي حاجة، وتشتريها بأعلى من سعرها، أو تكون هتشتريها من هنا وهترخص العربيات من هنا فتشتريها أنت في الغلا، حاجات كتيرة تحصل. يبقى في الحالة دي تصلي استخارة. يبقى الأمور اللي هي إيه مش عارف فيه، يبقى إيه؟ طلب خير الأمرين، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تسرون وما تعلنون. مش كده برضو؟ إلى قوله يعلنون، إلى قوله يعلنون. كويس، دي في الركعة الأولى. وفي الثانية قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. أو لو مش حافظ الآيات دي، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، برضو كويس. ها؟ الأولانية ربك يخلق ما يشاء ويختار، في سورة القصص، في سورة القصص الأولانية، في الربع قبل الأخير منها، في آخر الربع قبل الأخير من سورة القصص. والثانية وما كان المؤمن ولا مؤمنة في سورة الأحزاب. أو يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الاستخارة قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وقل والله أحد
في الركعة الثانية. وبعد سلامي اللي وارد القوي، الوارد القوي قل يا أيها الكافرون قل ولا واحد. والثانية وردت من طرق، وردت من طرق قد تكون ضعيفة وقد تكون لبعض الصالحين، وكان يعتمدها العلماء في الأمور اللي زي دي يعتمدها. ليه؟ لأن أنت اقرأوا ما تيسر من القرآن، فبعض العلماء بيعتمدوها على أساس أن هي فيها المعنى اللي أنت بتريده، لأن هي الاستخارة يناسبها أنك أنت تقول ربك يخلق ما شاء ويختار. فهمت إزاي؟ فيأتي من القرآن ما يناسبه، ما فيهاش مشكلة. يا لا، في وقت صلاة الاستخارة تكون في غير وقت الكراهة، في غير وقت الكراهة، في أي ساعة من ليل أو نهار، بس في غير وقت الكراهة، لأن لا يجوز صلاة الاستخارة في وقت الكراهة لأن سببها متأخر عليه. حتى عند الشافعية الذين يجيزون الصلاة في وقت الكراهة بسبب، فلا يجيزون صلاة الاستخارة في وقت الكراهة لأن سببها متأخر عليه، مش كده برضو؟ يبقى لا يجوز إلا في وقت لا تكره الصلاة فيه، ويجوز أنك أنت تدرجها مع سنة من السنن، يعني تصليها مع سنة الظهر القبلية، تبقى ركعتين سنة الظهر القبلية واستخارة مع بعض تدخل فيها، مع تحية المسجد، مع سنة الوضوء، مع أي ركعتين من غير الفريضة تدخل فيها سنة الاستخارة يمشي، ما فيهاش مشكلة. لا، التسابيح ما ينفعش لأن ليها كيفية مخصوصة، ما ينفعش تحطها في الفرد. هتقعد أنت تسبح بقى 10 مرات كده وأنت راكع وتصلي بالناس، هتبقى صعب. لو هتصلي منفرد انت حر، لو هتصلي منفرد انت حر. سببها متأخر عليها، سببها متأخر، سببها ليه؟ لأن انت بتصلي الركعتين عشان تدعي الدعاء بعدها، مش انت بتصلي الركعتين لأجل الدعاء بعدها، فيبقى الدعاء جاي بعدها، فسببها متأخر عليها. معلش، بس انت بتصلي الركعتين دول علشان ايه؟ عشان تدعي، زي قضاء الحاجة بتصليهم ليه؟ عشان تدعي ان ربنا يقضي حاجتك، فدعاء قضاء الحاجة بعد الركعتين ودعاء الاستخارة بعد الركعتين، يبقى سببها متأخر. وركعتي سنة الإحرام بتصليهم عشان تحرم، فسببها متأخر، ما تصليهمش وقت الكراهة. كذلك ركعتي سنة الإحرام، لا لا، ده بيبقى بعد التسليم. وقضاء الحاجة كذلك بعد التسليم يجوز، لكن انت عايز الكيفية اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هي كده. لكن هي الصلاة كلها الدعاء جائز فيها، لو حطها في اي حتة صح صلاته صحيح، لو حطها بعد التشهد، لو حطها في السجود، لو حطها مع بعد الرفع من الركوع، يحطها زي ما يحطها الصلاة هتفضل صحيح. لكن انا بنقرا الكيفيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نصح بها. كويس، انك انت هتقول دعاء الاستخاره بعد التسليم وانت على هيئه التشهد متوجها للقبل، هي دي كيفيه الاستخاره الشرعيه المعلومه. ثم بعد سلامه، اهو شوف، بعد سلامه يدعو بدعائها المشهور، ويسن قبل الدعاء تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي الاول، وبعدين تقول دعاء الاستخاره. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي الأمر بتاعه، تقول اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان، أن سفري إلى البلد الفلانية، أن تعاقدي للعمل في المكان الفلاني، أن سكني في الحي الفلاني، أن شرائي الشقة الواقعة في المكان الفلاني خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يا كريم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه تاني، شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به يا كريم. وله أن يزيد بقى، هي كده دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول كده خلص تقريبا. لكن وله أن يزيد بعده، اللهم إن علم الغيب عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم ما أختاره لنفسي، لكن أنت المختار لي، فإني فوضت إليك مقاليد أمري ورجوتك لفقري وفاقتي، فأرشدني إلى أحب الأمور إليك وأرجاها عندك وأحمدها عندك، فإنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد.
ويسمي حاجته، يعني أثناء ما يقول إيه إن هذا الأمر يسمي حاجته، ثم يقول يقوم على الرجاء والخوف، ويقوم بعد كده على الرجاء والخوف، على الرجاء إن ربنا ييسر له، والخوف إن هو يقدم على شيء يندم عليه، ويترك الأمر لله ويشوف بقى، ينشرح صدره للأمر يمشي فيه، لقى تيسير يمشي فيه، لقى تعسير يبعد عنه، لقى انقباض صدر خلاص. ودي بتحصل، ناس كتير بتبان الحكاية واضحة على طول. يعني أنا كتير مثلا أجي أصلي ركعتين الاستخارة في أمر أكون أنا عازم إني هعمله خلاص ومنشرح لي، أخلص الركعتين من دول ربنا يبين لي كل عيوبه، أروح بعد الركعتين على بعد الدعاء. تحصل كتير مع كل الناس، مش شرط تقول لما أنام وأشوف رؤية، مش شرط. يبقى يكفي ما يحدث في قلبك من وارد، وارد إيه رحمن. ولو شاف رؤية، لكن لا يشترط علامتها أن تكون رؤية، يعني لأن الرؤية قابلة للوهم، لكن الواقع غير قابل للوهم، فالواقع أحلى وأقوى. يعني أنت ما تعيش نفسك في أوهام الرؤى، فهمت إزاي؟ لكن خليك مع الواقع، الواقع هو خلق الله، فإزاي تترك الواقع وتعيش في أحلام اليقظة تستنى رؤية؟ فهمت بقى المسألة؟ لكن لو ربنا جاب لك رؤية واضحة صريحة واضحة كده مريحة ما يجراش حاجة، لكن ما تبقاش الأمور مقيدة على الرؤية. فهمت المسألة؟ بس امشي في الموضوع وتلاقي تيسير خلاص، لقيت تعسير لا، لقيت انقباض، ومش مجرد تلاقي تعسير بسيط، لا اصل فيه تعسير، تلاقي تعسير ورا تعسير، تعسير ورا تعسير، الحكايه تلاقيها مش ماشيه، كل ما تحاول تجيلها من هنا تلاقيها مقفوله، تجيلها من هنا مقفوله، خلاص بقى ابعد بقى، اقرا بقى وافهم، خدت بالك؟ انما مش مجرد انك انت رايح تخطب فلانه واستخرت نزلت لقيت كاوتش العربيه نايم، يبقى لا مش هخطبها، ما ينفع. طب ما كاوتش العربيه ممكن ينام في اي وقت، انا واحد صديقي عمل كده مره، ما ينفعش. يقول لك اصل لقيت كاوتش العربيه نايم، انا قلت لا لا ما ينفعش. طب ما كاوتش العربيه ده عادي ينام في اي حته، يعني ما تعتبرش دي علامه تعسير. او يلاقي الدنيا مطرت، طب ما المطر رحمه، طب ليه انت خدت ان المطر زلق وعقاب، ليه ما خدتوش انه رحمه؟ يقول لك اصل انا كنت رايح اعمل الموضوع ده وصليت استخاره لقيت الدنيا مطرت، قلت لا يا عم. طب ما هو المطر معناه رحمه برضه، ما يمكن بالرحمه. فهمت؟ فلازم الواحد يفهم العلامات ويعرف ازاي يقراها علشان ما يبقاش يعني ايه يعني متسرع. لك ان تكررها اذا لم يتضح لك شيء وصليت. كان في ناس بتستخير، انا في امر من اموري شخصيا قعدت استخير فيه من سنه 84 ل 85، سنه كامله كل يوم اصلي ركعتين استخاره، سنه كامله لحد ما ربنا مشيه وخلاص ما يجراش حاجه. فيعني طالما ما تطحش الامور خليك صلي الاستخاره، احنا خسران حاجه؟ قلت له يا رب اصل ممكن يكون الامر ده فيه خير لكن مش وقته ده، فهمت ازاي؟ مش هو ده وقته، وقته الخير ليك بعد 6 اشهر، فهمت ازاي؟ فاستمر بقى في الاستخاره لحد ما ربك يفتح لك الباب، هي دي المساله. وربنا سيدنا عمر استخار، وكان سيدنا عبد الله بن عمر يقول لك انا استخير في الامر اكثر من 6 اشهر، سيدنا عبد الله بن عمر يقول كده، يعني يقعد كده كتير لحد ما ربنا يبين له الامور ما يجراش حاجه. فإن انشرح صدره للفعل فعل، وإن انشرح صدره للترك ترك، وإن لم ينشرح لشيء أعاده، أو يقول لك أعاده حتى ينشرح صدره لأمر من الأمور، يا إما للترك أو للفعل. فهذه هي الاستخارة الشرعية. وأما الاستخارة على نحو سبحة فبعضهم جوزها وبعضهم منعها. في ناس أصلهم درويش كده، شكل السبحة كده، واخد بالك إزاي؟ يقعد إيه يسبح 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 يسبح، وبعدين يعملها علامات معينه، وصل مش عارف ليه للحمد لله عند العدد اللي هو حاطه في مخه يبقى يعملها، وصل مثلا لأعوذ بالله عند العدد اللي بتاعي يقول لك لا يبقى ما اعملهاش. ما ينفعش الطريقه دي، شغله يعني مش بتاعت علماء، دي بتاعت درويش، واخد بالك؟ فتبطل دروشه. في ناس يقول لك استخير بالسبحه، اعمل ما اعملش، اعمل ما اعملش، اعمل ما اعملش، زي ما بيجيبوا كده ايه ويجيب لك الورده زي ما بيجيبوا في الافلام والمسلسلات، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، الكلام ده تلاقيه في الافلام والمسلسلات عشان الناس تضحك، لكن مش كلام بتاع مسلم صالح عالم فاهم الامور ماشيه ازاي. دي حاجات تضحك، حاجات مش علم دي. او يفتح القران، في ناس برضو يفتح القران كده.
فتيجي مثلا آية عذاب يقول أعوذ بالله، مش إلى آية رحمة يمشي بالمهم. ما ينفعش بس. ها؟ اهو دي بقى شغل درويش يا شيخ ناصر، شغل درويش ده ما ينفعش. احنا نخلينا ما دي شغل درويش ما تنفعش، احنا ما نحبش الطريقه دي. الواحد ما يلحقش يقول صلى ركعتين، ممكن يقول الدعاء وهو واقف مثلا. افرض انت في مكان لازم تاخد قرار بسرعه، وبعدين مش متوضي وما تقدرش تروح تصلي، لك ان تقول الدعاء وانت واقف، ما يجراش حاجه. وأما الاستخارة على نحو سبحة فبعضهم جوزها وبعضهم منعها، ومنهم من يستخير في النوم، ومنهم من يستخير في النوم يعني ينتظر رؤية، يعني ينتظر رؤية. احنا مشايخنا كان بعضهم يستخير لينا، يعني كنا ساعات احنا واحنا شباب صغير كده نبقى لسه مش عارفين نقرا، نقوم نروح للشيخ بتاعنا نقول له لو سمحت انا متردد في الموضوع ده، يقول لي طب سيبني يومين كده هستخير لك، واقول يروح هو مستخير ويقول لنا امشي ولا ما تمشي. ساعات الواحد يبقى ايه متردد، ممكن يروح لراجل صالح ويقول له واخد بالك ازاي، والله يصلي لي استخاره وشوف لي الموضوع ده هعمل ايه، وتشرح له الموضوع ويستخير لك، لك ان تفعل ذلك ما فيهاش حاجه. ما هو دي اسمها استخاره في النوم، اذا كان من عادته ما انا واخد بالي، دي اسمها استخاره في النوم، ان هو ينام مهموم، هو عارف ان من عادته لما ينام مهموم بامر ربنا يديله علامه، هو مجرب نفسه في العاده دي بينه وبين ربه، عارف ربنا مربيه على كده. في ناس كده يقول لك انا ايه لما انام مهموم بامر ربنا يبين لي الحاجه اللي فيه، طبيعته كده. فالنوع ده والله يستخير في النوم ما يجراش حاجه اذا كان هي دي طبيعته. إذا كان هو مجرب كده برضه ما يهتم بأمر غيره يقوم يشوف له رؤية، لكن خد بالك إن كل ده غير ملزم، غير ملزم. حتى الاستخارة الشرعية غير ملزمة لأنها على سبيل الاستحباب، يعني لا يأثم لو انقبض صدره في الأمر اللي استخار فيه وبعدين أقدم عليه، لا يأثم. إيه؟ يعني أنا قصدي إن دي كلها حاجات عشان تعينك على أخذ القرار لكن لا تلزمك، ليست على سبيل الوجوب. فهمت إزاي؟ خلاص على دماغه. ما هو لآخر الوقت رب سم في الدسم، ما يعرفش الخير فين. يعني الواحد ساعات يجي يلاقي الحكاية تمام التمام وبعدين يروح جايب العربية يعمل بيها حادثة يترمي في المستشفى. بتحصل يعني. ويقولوا انا لقيتها مشيت، هي صحيح مشيت بس خبطت في الشجر. فيعني الايه الحكايه كلها انت غير ملزم بهذا شرعا، يعني ليست على سبيل الوجوب، انت ملزم بالرضا بقضاء الله. فانت تحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وترضى بقضاء الله. وما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واعلم ان الله على كل شيء قدير. هي دي الاساسيات، هي دي الاساسيات اللي في قلب المسلم. يقوم حتى لو اقدم على الامر وبعدين لقى ان في شر يصبر على هذا الشر ويحمد ربه، لقى ان في منع يعتبر ان المنع هو عين العطاء ويرضى بالمنع. ما يعيش طول عمره قاعد يعض في صوابعه وندمان وحسران ويترمي في العنايه المركزه وجاله ازمه في قلبه علشان مش مستحمل لا، المسلم عارف ان ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراه، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمسلم تلاقيه متزن، يواجه الحياة باتزان، مفيش حاجة اسمها صدمة عصبية نفسية خلت الراجل يتجنن، ما عندناش ده، المسلم المتزن ما عندوش الحكاية دي. لأنه هو يرى الله في كل شيء، يراه في المنع ويراه في العطاء، وهو راضي بقضاء الله، مقانع بما أقام الله فيه، ما يندمش ولا يحزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فهمت؟ أدي المسائل. الاستخارة دي بقى أداة من ضمن الأدوات اللي تعينك على أخذ القرار، لكن ما تكونش سببا في إنك أنت تندم أو ما تندمش. الحكاية سهلة، يعني خد الأمور بسهولة بسيطة. يستخير في النوم، يعني هل المقصود أنه يصلي صلاة
لا اللي هو يعني ايه، ربما تحتمل دي وربما تحتمل ان هو ينام مهموم بالامر. لا طبعا، لكن هي بتفتح لك اللي فيه الخير ليك. خد بالك ان قدر الله سبحانه وتعالى كله لك خير، لكن احيانا انت بتبقى، لو كان قدر الله بالمنع، لو استقبلت المنع انت بالرضا والقناعة كان لك خير، ولو استقبلت المنع بعدم الرضا كان شر، ولو استقبلت العطاء بالشكر والقيام بحق النعمة يبقى كان لك خير، ولو استقبلت النعمة بالحجاب عن المنعم وبعدم أداء شكرها كان لك شر. فأدي المسألة، فالمسلم كل الأمور هو بيستقبلها إزاي، فممكن يحول النعمة إلى نقمة ويحول النقمة إلى نعمة على حسب استقباله في قلبه. هذه المسألة. ما احنا قلنا ان في حاجة اسمها قضاء معلق وفي قضاء مبرم. المبرم لا محالة. فايدة الاستخارة ان لو كان القضاء ده مبرم تقوم اما تتلقى بالتوفيق والسداد، يقوم ربنا يخليك تتلقى هذا الامر ان كان فيه شدة عليك بالقبول والقناعة والرضا وانشراح الصدر، وان كان هو في شكله جلال امام الناس الا انك انت تبقى على صدرك سهل. يبقى دي فايدة الاستخارة، انها تهون عليك ما قدره الله لك، بل تيسره لك، بل تجعله هو محبوبك. ادي فايدة الاستخارة، لكن لا تغير من قضاء الله. ما هو كلها كل حاجة، وحتى عبادتك نفسها من قضاء الله. حتى اصل هذا المنطق، اصلا المنطق ده مش هو ده طريقة التفكير. انت عبادتك نفسها من قضاء الله، كونك انت هتصلي الاستخارة في الموضوع ده ولا ما تصليش، نفس الصلاة دي من قضاء الله لك، ان قضاها عليك فتصليه. فهمت المسألة؟ لكن هي المسألة كلها انك انت توطد نفسك على الرضا بما اقامك الله فيه، وان تقنع، فان قابلك في حياتك امر اشتبه عليك فانت بتستخير وبتترك الامر لله، ان شرحت مشيت فيه، ما ان شرحتش خد الامور كده بهذه البساطة دون ان تفلسفها فتعقدها وتعيش حياتك سهل. قضاء خير وبركة، لم يقضيه الحمد لله، خيرها في غيرها. شوف الناس العوام يقول لك ايه، خيرها في غيرها، لانهم مؤمنين بالسليق. فهمت بقى المسألة ليه؟ علشان يهون عن قلبه الندم على فقدان شيء، وهكذا الأمر كده. وبعدين الآية تقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، كل ده عشان ربك بيطبطب عليك وعايز يخليك باستمرار في حظيرة الرضا بالقضاء، ما تخرجش عنه. فإيه دي المسألة. ومنه النفل المطلق، دي برضو النفل المطلق، انت مسموح لك تصلي ركعتين لله في اي وقت في غير وقت الايه الكراهه زي ما شئت، فده مفتوح النفل المطلق ولا حصر له، يعني ملوش عدد. كان في بعض الصالحين كان بيعمل له ورد 100 ركعه في اليوم، نفل مطلق كده. وكان وارد عن سيدنا علي زين العابدين كان ليه 1000 ركعه في اليوم، قيل 1000 سجده يعني 1000 ركعه، وقيل انه كان يسجد كده سجده واحده، كده سجده سجده بس كده، سجدة زي سجدة الشكر، وقيل ان هي 1000 ركعة، يعني على حسب ما رب، ما هي كلها على سبيل خرق العادة، كل ده بيبقى على سبيل خرق العادة كرامة. زي ما سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة وتر في ليلة، ونام له شوية وقاموا صلاة الفجر. ازاي دي؟ خرق عادة، خرق عادة كرامة. والشيخ الحافظ التيجاني رحمه الله قال لي من فمه أنه رأى واحد من تشاد يختم القرآن في 4 ساعات دون أن يفوته مد أو غنة، رآه بعينه وسمعه بأذنه. شوف قد إيه من تشاد، مسلم تشادي، معلش ما يجراش حاجة، يعني ربنا بيجعل الوقت متسع لمن شاء ويقبضه عن من شاء، مش هو القابض الباسط؟ طب ما هو ربك سبحانه وتعالى خلى الإسراء والمعراج لنبيك رحلة ما يقطعهاش الملك نفسه في إلا في آلاف السنين، الملك في آلاف السنين قطع النبي في لحظة من الليل ورجع وشاف فيها مشاهد، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. ولا حصر له، يعني لا عدد له للنفل المطلق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل. ومنه غير ذلك مما هو في المطولات، زي قضاء الحاجة ما قالهاش هنا، ادي غير ذلك زي صلاة قضاء الحاجة مثلا. فصل،
وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء، والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها، وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. ثم شرع في كلام على شروط صحة الصلاة قبل الدخول فيها. يقول في الحاشية: فصل، أي هذا فصل في شروط صحة الصلاة. في شروط صحة الصلاة غير شروط وجوبها. شروط وجوب الصلاة دي احنا قلناها قبل كده، اللي احنا فيها قلنا الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس، دي قلناها قبل كده، دي شروط وجوب الصلاة. لكن انا بيتكلم على شروط صحة الصلاة عشان تكون الصلاة صحيحة. فهمت بقى المسألة؟ سلامة الحواس لوصول الدعوة، يعني أصم أصم أبكم أعمى، هوصل له أنا الدين إزاي إذا كان كل حواسه كده مقفولة عندي؟ أعمى مالوش لغة إشارة، وأصم ما يسمعش، هعمل له إيه؟ هدي له قلمين كده يعرف القرآن؟ ما هو ما بيحسش إلا بالقلمين، يعني أبلغه الدعوة إزاي بقى بذمتك؟ يعني سيبه بقى في حاله، وهو دب من دواب الأرض، ربنا يدخله الجنة بصبره على عهده، وانت هتبقى انت وعهده عليه كمان، وعايز تقومه يصلي كمان، تسيبه في حاله بقى. فهمت بقى المسألة؟ يبقى سلامة الحواس اللي هي تعينه على بلوغ الدعوة، إن كانت الحواس تحول بين وصول الدعوة له، يعني الأصم الأبكم كان غير مكلف إلى عهد قريب، صار مكلفا في هذا العصر لأن عملوا لهم لغة إشارة، والوقت هيترجموا القرآن بلغة الإشارة، وهيسجلوه على شرايط سيديهات، بحيث يقعد له كده يعمل له كده يعرف القرآن كأنه سمع القرآن. شوف قد ايه بقى، يقعد يعمل له كده يعرف اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وحاجات منه بلغة الإشارة، لأن جعل ليها حروف، جعل الإشارة دي حروف، فيقدر يقول له بالإشارة كل الحروف. فهمت ازاي؟ يقولها له بالإشارة، بقت لغة إشارة عندهم. فصار الوقت مكلف لدرجة ساعات بيجي لك الوقت مفتين والمذيعة يجي لها الأسئلة من الصم البكم بالإشارة، والراجل الشيخ يجاوب، والمذيعة تروح إيه قايلة له: آه عليك صيام 60 يوم، عليك مش عارف إيه، لا الطلاق يقع، لا ما يقعش، كل ده قاعدة تعمل له كده، واخد بقى؟ يبقى إيه، خلاص صار مكلفا لأن وصلت له الدعوة. فهمت بقى المثال؟ لكن قبل هذه اللغة يبقى غير مكلف، يفضل عايش الأصم الأبكم ده، غير، لأن هتوصل له الدعوة إزاي؟ هتقول له إن فيه رسول اسمه محمد إزاي؟ جاء للناس وجاء بالقرآن وأمر الناس بالصلاة وأمر الناس بالصيام، وأنه لا إله إلا الله، وأنه يطلب منك كذا ويمنع عنك كذا، هتبلغه إزاي يعني من غير الإشارة دي؟ فهمت إزاي؟ فكان غير مكلفا لحد ما بقت لغة إشارة، بقى مكلف خلاص. يبقى في عصرنا صار مكلف. فهمت بقى المسألة؟ يعني بالنسبة للأعمى الأصم ده، لو عملوا حاجة كده إلكترونية يحطها في ودنه تقوم تدي إشارات في مراكز البصر، وتنقل له الصورة، حاطط له فيها كاميرا وتنقل له الصورة، تنطبع في الذهن، يقوم هو يراها بذهنه، وبعدين تدي له الموجات فتنطبع في مخه في مركز السمع فتترجم إلى كلام، يصير مكلف. طالما لسه ما اخترعوش البتاعة دي يبقى غير مكلف. فهمت بقى المسألة؟ يفضل كده يعني لم تصل له الدعوة، يبقى ناجي عندنا، ناجي يبقى من أهل الجنة، ده هيموت يدخل الجنة. تقول لي أصله قضى عمره كله بيشرب الخمر، أنت مالك؟ هو ربنا خلاه كده زي دواب بالأرض، يأكل ويشرب ويعيش كده ويدخله الجنة، إيه المشكلة؟ ما هو خلقه أصم أبكم ما بيشوفش، سيبه في حاله بقى، هتبقى أنت عليه كمان، أنت والزمن. يبقى هنا بيقول لك ايه، شروط صحة الصلاة. اما شروط وجوبها فقد تقدمت في الفصل السابق، ولا يخفى انه يتعلق بالصلاة شروط واركان وابعاد وهيئات. الصلاة فيها شروط واركان وابعاد وهيئات، لازم تعرف الفرق بينهم. فالشرط ما وجب واستمر، الشرط اللي في الصلاة يجب ويستمر. زي ايه؟ زي الطهارة، الطهارة دي شرط لصحة الصلاة، لازم تفضل متوضي، ويفضل لازم الشرط ده مستمر معك من أول الصلاة لحد ما تسلم.
لو اتنقض وضوءك في اثناء الصلاه يبقى انتقض هذا الشرط. تبص لا ما ينفعش، بطلت الصلاه. يبقى وجب واستمر، ادي معنى الشرط، وجب واستمر. فهمت بقى المساله؟ يبقى يجب انه يستمر. انا من شرط صحه الصلاه ان انا اتوجه للقبله، يبقى لازم افضل متوجه للقبله طول الاربع ركعات الظهر. طيب في الركعه الثالثه رحت انا ملتفت كده واديت ظهري للقبله وكملت صلاه برضه، بطلت صلاتي، لان لازم افضل متوجه للقبله طول الصلاه. يبقى وجب واستمر. من شروط صحه الصلاه ستر العوره، يبقى لازم عورتي تفضل مستوره من اول ما اقول الله اكبر لحد ما اقول السلام عليكم ورحمه الله. انكشفت العوره في اثناء الركعه الاخيره قبل التسليم بلحظه، بطلت الصلاه، لانه الشرط وجب واستمر. فهمت بقى المساله؟ يبقى دي وجب واستمر. وان شئت قلت ما قارن كل معتبر سواه. يعني الشرط تقول عليه هو كل ما قارن، يعني يمشي مع كل معتبر للصلاه سوى هذا الشرط، فيقارن الركن ويقارن السنه ويقارن الهيئه التي تقولها في الصلاه حتى تنتهي. فهمت ازاي؟ والركن بقى تعريفه ايه؟ ما وجب وانقطع. الركن كده ما وجب وانقطع. تكبيره الاحرام ركن، انت بتفضل تكبر كده 1000 مره، هي مره وانقطعت. فهمت ازاي؟ يبقى ما وجب وانقطع يبقى اسمه ركن. زي بتقرا الفاتحه وبعد ما تقرا الفاتحه خلاص بقى بتركع، ولا بتفضل تكرر في الفاتحه؟ هي مره في كل ركعه، يبقى يجب مره في كل ركعه وينقطع عشان بتنشغل بغير، يبقى ده الركن. يجب وينقطع، ما وجب وانقطع. فهمت؟ السجود وجب وانقطع، الركوع وجب وانقطع، وهكذا. والبعض اللي هي الابعاد، ما كان سنة يعني ليس ركنا وطلب جبره بسجود السهو. يبقى لما نقول الابعاد الصلاة دي عبارة عن سنن في الصلاة، لو نسيتها الصلاة تفضل صحيحة، لكن اجبرها بسجود السهو زي التشهد الاوسط والجلوس له، دي بقى من ابعاد الصلاة. لو فاتني التشهد الاوسط اروح بسجد له للسهو وخلاص. والسنة تعرفها ايه؟ والهيئة، والهيئة ما كان سنة يعني مش واجب مش ركن، ولم يطلب جبره به، ولم يطلب جبره بسجود السهو. زي مثلا ان انا اقرأ سورة بعد الفاتح، انا قرأت الفاتحة في الركعة الاولى ونسيت اقرأ السورة، قلت الله اكبر، خلاص فاتني فضل السورة لكن الصلاة صحيحة وما سجدش للسهو. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الهيئة هي سنة من سنن الصلاة، إلا أنها عند نسيانها لا تجبر بسهو. تبطل صلاته لو سجد متعمدا قبل التسليم، تبطل لأنه كأنه جاب ركن زيادة. لو بعد التسليم تبقى انقضت صلاته بالصحة، واللي عمله ده كده غلط، لكن انقضت بالتسليمة الأولى. خدت بالك إزاي؟ بس يبقى احنا في ابعاد دي عبارة عن سنن، لو نسيها تجبر بسهو، وهيئات دي برضو سنن لكن لو نسيها لا تجبر بسهو. انا جيت في صلاة العشاء صليت بيكو كده ورحت قايل الله اكبر وقريت في سري، ما جهرتش، نسيت اجهر، صليتها زي الظهر. انتوا تقولوا لي سبحان الله، انا سامع تقيل ولا سامع يقول سبحان الله ولا، رحت مصلي الاربع ركعات سرية كده، اهي دي تركت الجهر في الركعتين الاولانيين، اهي دي من الهيئات لا تجبر بسهو والصلاه صحيحه. فهمت ازاي؟ ما اجبرهاش بسهو والصلاه صحيحه، وخليك ورا الامام ولا تعمل مشكله، خليك صلي ورا خلاص الصلاه صحيحه وما فيهاش مشكله. فهمت بقى المساله؟ تركت التسبيحات في الركوع، ركعت كده وجيت في الركوع ما قلت سبحان الله والحمد لله، قلت لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا، كان واحد اصله ضاربني قبل ما ادخل وغيظني، فكل ما اجي ارجع اقول لا حول ولا قوة الا، ربنا ينتقم من الظالم، وبطلت التسبيحات، الصلاة صحيحة، وما قلتش حاجة خالص. يبقى الصلاة صحيحة ولا تجبر بسهو، لأنها سنة، التسبيح في الركوع سنة، لكن الركوع ذاته، حركة الركوع ذاتها دي ركن. فهمت ازاي؟ لكن إن أنا أتكلم وأنطق فيه دي سنة بقى. فهمت بقى ازاي؟ يعتبر هيئة سنة لا تجبر بإيه؟ بالسهو. سهل الكلام ده بقى؟ طيب. وقد شبهت الصلاة بإنسان، عايز يشبه لك الصلاة بإنسان عشان يبين لك إيه الركن فيها وإيه الهيئة وإيه البعض فيها. فبيقول لك
وإيه الشرط فيها؟ فبيقول لك فالركن كرأسه، الركن في الصلاة كرأس الإنسان مهمة فيه، ما يقدرش يعيش من غير رأس. فهمت ازاي؟ ده الركن في الصلاة كرأس الإنسان. والشرط كحياته، يعني الهواء، واخد بالك؟ الهواء ده، وجود الهواء ده شرط لحياة الإنسان، مش كده برضو؟ يبقى الهواء ده شرط لحياة الإنسان، حياته شرط، ولازم يفضل حي كده للآخر، والشرط لازم يستديم للآخر. فهمت ازاي؟ لازم يستديم للآخر، إنما الركن يجي وينقطع. والبعض اللي هي الأبعاد اللي هي لو نسيها ما يجراش حاجة، لكن تجبر بسهل، كأعضائه، أعضائه، الأعضاء بتاعته. يعني لو واحد اتقطع منه صباع هيموت؟ اتقطع منه رجل، دي إيد، مش هيموت. شالوا منه كلية، مش هيموت، مش كده برضه؟ لكن يعيش برضه. أهي الصلاة كده، أبعدها، أبعدها لو نقصت تفضل الصلاة صحيحة، لكن يجبرها بالسهو. فلو قطعنا منه طرف نعمل له إيه؟ طرف صناعي، نجيب له طرف صناعي ليسجد السهو، نجيب له كرسي بعجل يتحرك بيه ليسجد السهو، نجيب له عكاز سجود السهو. يبقى سجود السهو ده عكاز بتتعكس بيه لما تشيل عضو من أعضاء الصلاة، لكنه يكون عضو غير ضروري. فهمت بقى المسألة؟ والهيئة بقى، الهيئة دي حاجة زينة في الصلاة، زينة في الصلاة، يعني لو مش موجودة تفضل الصلاة صحيحة لكن مش متزينة، زي التسبيح في الركوع. فهمت ازاي؟ دي اسمها الهيئة، زي شعر الإنسان. أنت لو حلقت شعرك ما أنت تفضل زي ما أنت برضو حسنين، وتفضل زي ما أنت محمد، تفضل زي ما أنت أحمد، مش كده برضو؟ لو حلقت شعرك طولته، سرحته، نعكشته، لو ما فيش شعر خالص ايه تفضل زي ما انت؟ فالهيئة، الهيئة زي الشعر للإنسان، زينة للصلاة، لكنها مش أساسية ايه؟ لحياة الصلاة. فهمت ازاي؟ فأنت برضو زي ما بتحب تتزين كده أيها الإنسان، زين صلاتك بالتسبيح، بمراعاة السنة فيها، وهكذا. ما يضرش. وركع، ما هو الصلاة صحيحة، ولا يسجد للسهو عندنا، ولا يسجد للسهو عندنا، يسجد للسهو عند الملكية، عند الشافعية لا يسجد للسهو. فإن كان الإمام مالكي هتلاقيه سجد للسهو، سيبه ملكي، ها؟ لأنه ترك سنة. عندهم ما قسموش السنن إلى أبعاد وهيئات، عندهم ترك السنة مطلقا، عندهم وزن واحد، السنن كلها وزن واحد، واخد بالك؟ ما يضرش برضه. ولو ما كبرش تكبيرة الانتقال خالص، فضل ينزل كده ويطلع وهو ساكت، صلاته صحيحة برضه، لأنها إيه؟ من الهيئات. ايوه، ان هو وجدوا لما قعدوا يستعرضوا سجود السهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابه وفهم التابعين، وجدوا ان هم بيميزوا بين اشياء لو نسوها ما يسجدولهاش، واشياء تانية لو نسوها يسجدوا. فطلع الامام الشافعي باجتهاده التقسيمه دي، واخد بالك ازاي؟ هو ده اجتهاد، اجتهاد العالم حسب اجتهاده وفهمه. افرض انت وصلت لدرجة الاجتهاد زي الامام مالك، ووجد ان لم يميز بين حجم هذه الاشياء كلها، ووجد ان باجتهاده ان دي كلها تسجد لسه لها، وسجدت للسهو لانك انت من اهل الاجتهاد والنظر في الادلة، لك ان تفعل ذلك وصلاتك صحيح، لان انت يعني ربك هيحاسبك على مقتضى فهمك. لكن لما تبقى زي حالتنا كده من اهل التقليد، لم تصل لدرجة الاجتهاد لان ما عندكش ادوات الاجتهاد، فبتلتزم بمذهب مجتهد معتبر اجمعت الامه على صحه اجتهاده. فهمت ازاي؟ ادي المساله. عشان كده احنا بنعلم الناس في المساجد ايه؟ مذهب الامام الشافعي، لان الامه اجمعت على ان الامام الشافعي ده امام جليل وعظيم، واجتهاده كان مبني على اصول وقواعد مرتبه ولها ادله شرعيه قويه، وقد تلقته الامه بالقبول على مر العصور، وصنفوا في مذهبه ووثق اجتهاده الى قائله، بخلاف مثلا مذهب الامام الثوري، ما هو كان مجتهد لكن لم يوثق، مش مدون، ابن عيينة مش مدون. الامام مثلا الشعبي كان اهل الاجتهاد وكان له مذهب، مش مدون. فما تقدرش تقول ان مذهبنا مذهب الامام الشعبي، مش مدون يا ابني. ايه عرفك ان فعلا الامام الشافعي قال كده في المساله دي؟ لم يدون. فهمت ازاي؟ لكن مذهب الامام الشافعي دون وموثق إلى قائله وإلى مجتهده. فأنت لما بتمشي ورا مجتهد موثق،
الإمام مالك مذهبه دون وموثق ومعروف، مين مشايخه ومين تلامذته ومين اللي صنف فيه وهكذا، وكذلك المذهب الحنابلة وكذلك مذهب الأحناف موثقة إلى قائليها، إنما المذاهب الأخرى ما تعرفش مين، علشان كده هي دي اللي صارت معتبرة وبتدرس في كليات العلمية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي كله مش في الأزهر بس، لتوثيقها إلى قائليها. وإنما قدم الشروط على غيرها للاهتمام بها، فإنها تتوقف صحة الصلاة عليها من أولها إلى آخرها، وبعضهم قدم الأركان نظرا لكونها المقصود الأصلي. نقف على قوله وشرائط الصلاة، نشرح فيها عشان هيكلمك على المانع والشرط والركن والسبب، والحكاية دي حتة أصولية إن شاء الله يوم السبت بعد القادم، السبت القادم أجازة، السبت القادم أجازة إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفعلك الغافلون. وجزاكم الله خيرا.